بدأوا فيه من 2010 ولديهم ثلاث نسخ من هذا المعرض في أوروبا وفي شرق آسيا وفي الدول العربية. ويبدو أن هذا المعرض إحياء لحضارتنا العربية القديمة الإسلامية. الوزارة التربية وحتى وزارة التعليم العالي تدعم المجالات العلمية بشكل كبير. وطبعا طالما أن المعرض موجود الآن لمدة شهر في الكويت، راح ندعو طلبتنا وليس بس طلبة التربية، حتى طلبة الجامعة لكشف اكتشاف هذا المعرض القيم.